القرعة حقيقة في هذه اللحظات قبل انطلاقة هذا اللقاء. أذكر مشاهدينا الكرام بتشكيلة 20 بثلاث لاعبين في منطقة الوسط، ميسي باليمين 10، أنخيل دي ماريا 7، أجويرو. خط الظهر يلعب بطريقة كشف التسلل، ولكن محاولة والله على طول. 1 2 3 4 5 6، كرة قريبة وهوبا تلعب، ولكن في نفس المكان اللي واقف وليد عبد الله. الغالي يا جماعة سعره فيه، الغالي بيحاول فيها ناحية زبلته، عدى تقدم بيهيا وعلى طول هوبا. لكن ايضا تنقطع من، ما ادري بيزعلون علي لو قلت الصحر ميسي. الموهبه يا رجل ما نزعل. المولد بلم بينيه حلوه في مكان هوبا هوبا هوبا، عدت. الكل وقف، الكل وقف على ريله يشوف الكره وين رايحه. المولد فهد لها حلوه، لمها حلوه، عدى حلو ناحيه اليسرى، تتاح الفرصه لادواردو سالفيو للتقدم ومحاوله تسجيل. هنا ليونيل ميسي بيحاول يمر كره، لم كره ميسي، بيحاول ميسي. الله يكون في عونك يا كاريري. خربش واحد قيمته 150 مليون يورو، كرة بتلعب وليد عبد الله على طول. الحربي بيغير رايه الى العابد، هات وخذ. 1 2 ملعوبه في مكان، وناصر الشمراني قد تكون ظالمه في الامكانيات في 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 مواطن القوه والضعف، وبالتالي هو يبحث عن تكتيك هجومي بحت في هذا اللقاء. شمراني يتغزل والشمراني بيشوت، ولكن كرة بتعدي الى خارج ارضيه ملعب المباراه، ضربه مرمى لمصلحه المنتخب عن طريق الناحية اليسرى بتحركات حقيقة مدروسة من منصور الحربي، من نواف العابد، من الشمراني، ومساندة فهد المولى. كرة على الأرض، محاولة ملعوبة من البيشي إلى الأمام فرانك ريكارد، والدقيقة 28 تلعب. الله أوفسايد 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 أوفسايد. الله يا مولد الله. وسط ماسكيرانو بمرر الى زبلتا، 4 5 6، كرة في ال 18 والتسديدة، ولكن كرة بيلمها وليد عبد الله. بابلو زبلتا هو من سدد هذه الكرة، وهجمة مرتدة سريعة توصل في منطقة الوسط، ملعوبة ناحية اليمين، هوبا هوبا هوبا، كرة بتعدي بعد ما العمل الونتو، بعد ما عمل فيها ليونيل ميسي. 1 2 بعد ما عمل العرضية، ولكن الحذر، الرقابة، الخوف، التغطية كانت حاضرة في المنطقة الخلفية. شوف ميسي لما تلاعب، لما مر. مساء جميل بجمال كرة القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي أعزائي أحبائي في كل مكان. 8 فرنانديز أغوستو كتغييرين في بداية، هذه محاولة ملعوبة، ولكن أيضا كرة بتعدي من أمام ليونيل ميسي بعد بلم، كرة حلوة قريبة من زمن الشوط الثاني. حرة للتانجو، ميسي هوبا، ولكن كرة بتعدي إلى خارج أرضية ملعب المباراة، ضربة حرة مباشرة لمصلحة المنتخب. فرنانديز أغوستو لاعب سيلتا فيغو الإسباني، محاولة للشمراني، ولا منصور الحربي، ثلاث نقلات. العابد بلم بغير رايه فيها، توصل للعابد حصلها. الله يا العابد الله يا العابد. 1 2 وبيلعب كرة، ولكن في مكان بعيد. عمل الأولى حلوة، عمل الثانية حلوة، ولكن التكتيك يظل موجود في ملعب المباراة. كرة مقطوعة، بلمها العابد، بيحاول فيها على طول في مكان خطرة. الله بيعدي ويلعب المولد. شوف الإعادة، شوف المولد يعني أيضا ما اقتنع بالأولى، الكرة اللي شالها روميرو رجع
للثانية وحاول نقاط وعوامل هامة، كرة ملعوبة والمحاولة الرأسية، كرة بتعدي توصل للعابد، لمها العابد، عد العابد، حط العابد، تعطى بنقول الله، راحت راحت. شو اللي قاعد يسوي العابد؟ الانطلاقة هذه محاولة موجودة وتسديد على طول، كرة ملعوبة على طول في اللحظة الأخيرة، في اللحظة الأخيرة لنواف العابد. هذه الكرة اللي لعبت واللي كانت أيضا في طريقها لمرمى المنتخب السعودي، لولا عمل التاكلينج، لولا عمل التغطية، أسامة المولد بخبرة عالية حقيقة، وبالتالي معتز الموسى بيبعد كرة وينقذ المرمى. 71 دقيقة والمحاولة موجودة واللحظة الأخيرة، كرة ينقض عليها على طول وليد عبد الله. مارادونا أسطورة وميسي كذلك، ولكن لازلنا ننتظر من الظاهرة الأرجنتينية الكثير الكثير. واليابان المحاولة والكرة الرأسية أيضا من فرانكو دي سانتوس إلى خارج أرضية ملعب المباراة. كرة على الأرض، محاولة موجودة، هوب، الله يا وليد عبد الله، الله. سبقت قراءة ليونيل ميسي، شوف البينية، شوف الانفراد، وشوف الخروج الموفق حقيقة، وبالتالي التغطية أيضا، إغلاق الزاوية أمام ليونيل ميسي، وبالتالي إنقاذ المرمى السعودي من هدف محقق أمام أفضل لاعب كرة قدم في العالم. 80 دقيقة، ناحية اليمنى من دي ماريا، يلعب كرة إلى الأمام، 1-2، بحاول يعدي فيها، بتعدي من أمامه، وهوبا في المرمى، ولكن كرة بتعدي فوق العارضة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. خليج القادمة في يناير في البحرين، واستحقاق آخر لأمم آسيا هناك في نهائيات تلك البطولة في عام 2015. إذن مشاهدين الكرام، دخلنا على الدقيقة 90، ويا ترى البحريني كم سيحتسب من وقت بدل ضايع. تعدي من أمامه، مقطوع في الدقيقة 93، وليد بيشيل كرة وبتعدي، لقطها انذار على وليد عبد الله من خارج، يمشي ملكا يصفر. سيداتي يا نساء سادتي، الدولي البحريني علي السماهيجي معلنا نهاية اللقاء في لقاء كبير حقيقي.